الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. كتاب الزكاة من صحيح البخاري، وقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية القول وهم يحزنون. واختلف في سبب النزول، فروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، كان معه 4 دراهم، فانظر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما. وقال الأوزاعي: نزلت في الذين يرتبطون الخيل خاصة في سبيل الله، يربطون الخيل في سبيل الله، ينفقون عليها بالليل والنهار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال قتادة: نزلت في من أنفق ماله في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله الذي افترض وارتضى من غير صرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد. ونقل الواحدي قول الأوزاعي عن جماعة غيره: أبي أمامة وأبي الدرداء ومكحول. قال الأوزاعي عن رباح، ورواه ابن غريب عن أبيه عن جدي مرفوعا. عامة بالنسبة لتعدد سبب النزول، قد يحدث تعدد سبب النزول، والتعدد هنا يكون يعني لا مخالفة، أن نقول تعدد سبب النزول، فنزلت الآية لهذا السبب ونزلت الآية لهذا السبب، فهي نزلت في من يربطون الخيل، ونزلت أيضا في علي بن أبي طالب على ما فعل من أنه أنفق متنوعا، وهذا كما قلنا فيه جهد المقل الذي يريد أن يرقى إلى ربه جل في علاه. وقيل نزلت في أبي بكر إذا أنفق 40,000 دينار 10,000 سرا ومثلها جهرا ومثلها ليلا ومثلها نهارا. قال الطبري عن آخرين عني بها قوم أنفقوا في سبيل الله جل في علاه في غير إسراف ولا تقتير. طبعا كما قلنا أن أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى، هذه أفضل الصدقة على الإطلاق. روي عن ابن عباس أن قوله: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، إلى قوله: والخوف العليم ولهم يحزنون، كان هذا يعمل به قبل أن تنزل براءة، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات انتهت الصدقات إليها. وقال قتادة: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تطوى الفقراء. قال: كل مقبول إذا كانت النية صادقة، وصدقة السر أفضل. وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والحق أن مسألة إخفاء الصدقة وإعلان الصدقة قد قال بعضهم بالتفصيل، يعني بعضهم قال السر أفضل لأنها أقرب إلى الإخلاص، وبعضهم قال العلانية أفضل لأنه يكون فيها الائتساء والاقتداء، وطوبى لمن كان خيرا لغيره، كما أن سلم لما رأى أصحابها متقلدي النمار قام فخطب في الناس وتمعر وجهه، فقام رجل فأتى بكومة فأدعاها أمامهم، فقام الناس فتتابعوا في العطاء حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن جعله الله جل في علاه أسوة لغيره، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضلا على نيتها يقال ب70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها يقال ب25 ضعفا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل. العلماء يقولون الزكاة الأفضل فيها العلنية، وأما الصدقة فالأفضل فيها السر، ولأن الزكاة العلنية فيها تبرئة للساحة حتى لا يتهم، وأيضا يؤتسى به ويقتدى به، وأما الصدقة فالسر فيها أفضل، كما قال أبو هريرة: حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقيل في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، يعني على أهل الكتابين من اليهود والنصارى، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء، فقراء المهاجرين والأنصار والمسلمين، فهو خير لكم. فجعل الإبداء لأهل الكتاب هو الخير، وجعل الإخفاء لأهل الإيمان والإسلام هو الأفضل، فجاء هذا يعتبر من باب التفصيل أيضا الذي فصله بعض العلماء. قال الطبري: لم يخص الله صدقة دون صدقة، وذلك على العموم، إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب في الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه، وإظهار سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض. وقال الحسن: إظهار الزكاة أفضل وإخفاء التطوع أفضل.
وهذا قاله بعض العلماء كما بينا. وعند الزجاج قال كانت صدقة الزكاة سرا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فالظن يساء بمن لم يظهرها. وروى أبو الفضل الجوزي من حديث القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال سر إلى فقير وجهد أو جهد مقل، ثم تلا أن تبدو الصدقات. نعم. وهذا حديث رواه أحمد وفيه ضعف، لأن فيه علي بن يزيد وفيه ضعف. وعن الشعب لما نزلت أن تبدو الصدقات جاء عمر بنص ماله يحمله على رؤوس الناس، وجاء أبو بكر بجميع ماله يكاد أن يخفيها من نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ما تركت أهلي، قال عدة الله وعدة الله وعدة رسوله. وعلم أن البخاري لم يذكر في الباب حديثا، وكأنه يعني اكتفى بمسألة، لأنه ليس على شرطي، ولكن حديث الذي يناسب في هذا الباب حديث تصدق على غنية، تصدق على غني، تصدق على زانية، تصدق على سارق. فهنا فيها ما يكون نهارا، وفيها ما يكون ليلا، وما كان ليلا كان سرا، وكان نهارا كان علانية. كان يمكن أن يحتج بهذا الحديث ويوضع هذا الحديث في هذا الباب، لكن الحق بأن هذا الباب الفضل في بيان الصدقة بنوعيها سرا كانت أو علانية من أفضل الطاعات، لأن هذا من باب الخير المتعدي، والخير المتعدي كما بينا وقرر علماؤنا هو أفضل من الخير الذاتي عند الله جل وعلا، لأنه أعظم أجرا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الفوائد المستنبطة من ذلك: فضل الصدقة، البحث عن الإخلاص في العمل، فإنه لا يقبل العمل إلا بإخلاص، البحث عن الإخلاص في العمل. إن تبدوا الصدقات أو تخفوها، المهم في هذا وذاك هو الإخلاص لله جل في علاه. النفع المتعدي في كل أحواله أفضل عند الله وأعظم أجرا من النفع الذاتي. طب إذن لا سمح الله الزوج يصلي بي والأولاد، لكن يكون هناك أخطاء في قراءة القرآن، فما حكم الصلاة؟ صلي منفردة؟ لا، صلي خلف زوجك أفضل وأولادك معه، هذا الأفضل، وهذا يقوي الرابطة الوثيقة بينك وبينه. المهم أنه لا يخطئ في الفتح، المهم أنه لا يلحم في الفتح. هل صلاة الولد البالغ وراء أمي؟ أنا قلت صلاته تكون باطلة، ما يجوز، هو الذي يصلي بها مش هو الذي يصلي خلفها. ما قولك يا أستاذ عن الرجل الذي وهب لأولاده من الزوجة الأولى قطعة أرض واشترى لهم بيت قبل موته، فضلا عن أولاده الآخرين، أقصد الأولاد من الزوجة الأولى؟ يهيأ لي أنك أخطأت في الكتابة. ما قولك عن الرجل الذي وهب لأولاده من الزوجة الأولى قطعة أرض واشترى لهم بيت قبل موته، فضلا عن أولاده الآخرين، أقصد الأولاد من الزوجة الأولى لا من الزوجة الثانية؟ أو يكون تصحيح السؤال: ما رأيك في ما قولك في الرجل الذي وهب لأولاده من الزوجة الثانية قطعة أرض واشترى لهم بيت قبل موته، فضلا عن أولاده الآخرين اللي من الزوجة الأولى؟ هذا ظلم بين، ولابد الأولاد إن كانوا بارين بأبيهم أن يعلموا إخوانهم من الزوجة الأولى من أبيهم على ذلك، إما أن يسامحوا وإما أن يرجع الأمر على التقسيم الإرثي بينهم، على التقسيم الإرثي بينهم. هذا الصحيح الذي يكون في هذا الباب الذي يجهر على دليلها. الدليل على وجوب استتار الكافر بفطره في نهار رمضان، أما الكافر فهو مخاطب بفروع الشريعة، ولابد أن يعظم ما عليه المسلمون من شعائر. صامت امرأة 4 أيام من ما عليها في رمضان، عليها 9 أيام، ثم قالت بعدها أني أصومهم كلهم مرة واحدة، هل يحسب الأيام التي صامتها؟ نعم، تحسب الأيام التي صامتها، تحسبها سقطت من عليها. هل يمكن استنباط قاعدة لا ينسب لساكت قول من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر عليه بالدخول عندما هاجر النبي أزواجه، فقال له الخادم عمر بالباب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفهم عمر سكوت النبي بالموافقة؟ لا يمكن يستدل بذلك لما، أو لا يستدل بذلك لما، لأنه سكوت في معرض البيان، والسكوت في معرض البيان بيان،
لكن يمكن أن يستدل على ذلك بمسألة الرؤية، لما قيلت الرؤية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر يعبرها، قال دعني أعبرها، قال عبرها، ثم سكت النبي ما تكلم معه حتى قال له أصبت أم أخطأت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أدلة أيضا على أن الساكت لا ينسب له قول. أنت أزعت حقيقة أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم أو قول تشريع؟ نعم، قلت لازم اليوم ركزوا ما يقوله الأستاذ رضي الله للمخ. نعم، رضي الله عنك يا دليل، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية هناك في أوروبا. هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره؟ لا يجوز له أن يأكل من نذره ولا من تلزمه نفقته. ماذا لو مسحت الأذنين بالماء المتبقي مسح الرأس؟ جاز ذلك وقد ورد. لو تنصح بسلم تدريجي لرصد كتب أصول الفقه من أسهل إلى الأصعب بحدود 5 كتب، طيب عليك أن تراسل المشرفين سيبينون لك ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط